نعم، هو القطاع بما أنه محاصر فعلينا أن ندرك حقيقة أن التموضع تحت الأرض يؤمن خطوط دعم لوجستي سواء كان على مستوى الماء، الغذاء وحتى الوقود، فضلا عن القدرات التسليحية التي لا يمكن أن تصل إليها كثير من الفعاليات الجوية. ولكن إذا حصل تقدم عبر العمليات البرية وحصل تحريكا للكتلة البشرية وعلى بهم المدنيين في غزة من الشمال باتجاه الجنوب، آنذاك يصبح مسرح العمليات مفتوح. وإذا أصبح مفتوحا فسيصار إلى استخدام حتى لا يكون هناك سقوط ضحايا مدنيين، وبالتالي يعني يكون هناك خرقا أوسع لقواعد الاشتباك كما هو حاصل الآن، ستعتمد وسائل أخرى في عمليات التجريد الجوي. وفي تقديري سيزج بطائرة الـ F-15 سترايك إيجل، لأن هذه الطائرة لديها قدرة أن تحمل القنبلة اللي هي 57 واللي فوق 2 طن وزنها. هذه القنابل تختلف عن الصواريخ، الصواريخ رأسها التدميري محدود لأنه فيها حشوات وفيها منظومات توجيه سواء كانت ليزارية أو رادارية، وبالتالي هيكل الصاروخ نصفه يكاد يكون هو أجهزة وحشوات والنصف الآخر تدميري، فتكون قدرتها التدميرية محدودة، قدرتها التدميرية عالية ولكنها قدرتها التدميرية محدودة ولكنها دقيقة في الإصابة. القنابل تختلف لأنه كلها حشوة وزنتها العالية جدا تؤدي إلى أحداث تدمير كبير جدا قد يخترق الأرض، لا سيما أن هذه القنابل بالتحديد تختلف على المستويات الثلاث. يعني هناك قنابل تنفجر قبل ملامسة الأرض لاستهداف التجمعات البشرية، هناك من تستهدف سطح الأرض كضرب المدارج من أجل إسكاتها حتى لا يصار إلى استخدامها للإقلاع والهبوط بالنسبة للطائرات المقاتلة. لكن في هذه القنابل بالتحديد هي الجي بي يو 57، هي قنابل تخترق الأرض، أي أنها تقوم بعمليات تحت الأرض، الغاية منها كما قلنا الاهتزاز والارتجاج في تدمير الأنفاق، فضلا عن أنها قادرة على أن تصل بقدرات تدميرية عالية إلى تحت الأرض. واحدة من الأساليب التي تستخدم مثلا الـ F-15 سترايك إيجل، يجري إطلاق هذه القنابل بارتفاع بحدود 12 كيلو. ليش 12 كيلو؟ لأنه الوزن الذي قلنا يفوق 2 طن مع الجرافيتي الجاذبية الأرضية ستزداد تسارعا، ومع هذه السرعة العالية والمدى الذي يصل إلى 28 كيلو تصل في نقطة الاصطدام بقوة اصطدام عالية، بزخم اصطدام عالي جدا يؤهلها إلى النفاذ إلى الأرض بنسب معينة. طيب، وآنذاك تنفجر، فإذا انفجرت معنى ذلك وصلت إلى الأنفاق. فإذا هناك تراتبية في العملية. جميل في جدا. تقديري الآن العملية لا زالت في إطار التجريد والتجريف، ثم بعد ذلك تنتقل إلى عملية استهداف الأنفاق عبر ضربات بالقنابل الخارقة للأعماق.